اسمع. واقف جوا الدولاب واقف شماعة طق طق لي شراب مديت لي والولاعة طرشك قال لي غبي والله شكل إشاعة يا ود طلع السماعة لقيتني وين بغني في الحمام ومين متين الدنيا خصيام إبليس مكلبش منطرب تمام كمل يا صاحبي والله ما في كلام صحيت بقحقح شكيت في الحاجة حاولت أصحصح الحمى زايدة خلاص سوبر الري ما في أي فايدة الحاج ما عنده شيء عمك جايبه لي فانوس في الحلة مدعي النبوة قال كورونا تقلة بموية وضوء معروفة الستاي بقد بورة مبوء الفانوس مش يكلاك لقدم ليها اللي جوا زيحة زول بقطع فيك كف انا ما بسلم لكن واقف في الصف الحظر يقرب عليش خطوك في الرف بوليس جاكاب دف الجيش ما جيشنا الجيش جيش الناصل اكلوا عيشنا مسك الاباد حما ما شاف طيشنا بدون مساومة البلد دي واقفة كلام لجان مغامة في المال بالجوع بالحوجة ابا يبوح ابا الخضوع يتهجر عشان نزوح امن باليسوع عشق عقيدة نوح قال فلتفنا الضلوع هكمل طريق روح ما فهمت لسه استنى العودة ده سؤال ما قصة به خلاف الجودة كم سعر الحياة في السوق السوداء السوق السوداء الناس بتجد قدامنا بتتفرق تشاينا ستيل بتاكل اي شيء بيتحرك الصيني داش دقة شربت خفاش صاحبه قال له عاشرة الطوالي ينعاج ونحن وين نحن تشيلنا في القرآن نحن عايشين بالدين نحن بين البينين صف قف دف درف شيت here we go again ما تخلي زول يضمك عاي خلي يشم قانون لو يتهم الكورونا تجي تخمك واللي بيقول لك امل قول له امل دي تبقى هتموت خايف ولا هتموت مخالف انت ما عارف انت بس عارف انك لما تموت هتموت واقف ومبتسم عشان كده اقعد في بيتك ويتصم يو استاد هوم شان ما نخش في اللوم شان سودان شان نقدر نقوم شان الخير عم ما نقى استاد هوم يا استاد هوم يا Peace.